هذه هي المنتخبات التي خرجت ونسميها بالكبيرة بالنسبة للتاريخ العريق لله في كأس العالم. نتكلم على البرازيل، هولندا، انجلترا، البرتغال وغيرها من المنتخبات، والألمان كذلك، المانشفت. تكلمنا عن هولندا، أكيد كثير من المنتخبات اللي غادرت هذه النسخة، لكن بقيت المنتخبات اللي أجادت من خلال مواجهاتها، وممكن اللي بصراحة كان هو الفارق هو تصرف المدربين. كانت كلمة للمدربين في هذا المونديال في الأدوار الإقصائية كبيرة جدا عبد الرحمن. على أثرها شفنا خروج عدد من المنتخبات، في بعضها طلعت من دور المجموعات، اللي أخذت السياسة على الرياضة طلعت من دور المجموعات بدون شك. يعني اليوم تتكلم يعني بعض المدربين قاعد يلعب بالطريقة اللي يعرف فيها أدوات الفريق. تتكلم مثلا زي منتخب كرواتيا التكتيك اللي قاعد يسويه ما هو صدفة، ترى من 2018 زلاتكو قاعد يستخدم هذا الأسلوب، حتى وجدناه وصيف لبطل كأس العالم مع فرنسا، وكانت مباراة يعني قوية ومثيرة، يعني حسمت يعني ما بالسهولة كانت لفرنسا في 2018. اليوم تتكلم على منتخب زي كرواتيا تقريبا انتصار واحد وباقي المباريات في الأوقات الأصلية والإضافية يلعب بنظام اللي هو حتى ركلات الترجيح. إذا الأسلوب المتخذ حتى اليوم نشوف المغرب قدمت مباريات جميلة جدا، واجهت يعني منتخب بلجيكا ومنتخب البرتغال وإسبانيا، تقريبا ثلاث منتخبات أوروبية ولها باع كبير في كرة القدم، ومع ذلك منتخب المغربي بل لعب بالطريقة المناسبة عن طريق ما تم وضع له من الجهاز الفني واللعب بإمكانيات اللعيبة. اليوم لاعب في كرة القدم إيطاليا واحدة من أعظم المنتخبات، وتاريخيا تتكلم على كأس العالم، حققت كأس العالم أربع مرات. هو أسلوب الإيطالي، هو الدفاع، هو اللعب بالإمكانيات، هذا الأسلوب الإيطالي. فاليوم لا عيب أنك تلعب بأسلوب معين يحقق لك النتيجة. ما ودنا يلعبون بأسلوب منتخب إيطاليا صراحة، إيطاليا غايبة عن كأس العالم بس في النهاية أربع بطولات يا علي، يعني ما هو صدفة ترى أخوك. لا لا بس تتكلم قبل 15-20 سنة. نعم إيه، بس هي الفكرة عبد الرحمن، ممكن أتفق معك في جزئية، لكن تتخذ أسلوب معين. ترى كرواتيا في 2018 كانت مختلفة عن البطولة الحالية، البطولة الحالية ترى كرواتيا مو جالس يقدم أي شيء. وفي النهاية وينها الآن؟ أنا أتكلم البرازيل، أنا أتكلم مباراة البرازيل وكرواتيا تحديدا. للأمانة حارس المنتخب الكرواتي، شوف برضه اليابان هذا كان أفضل. البرازيل وكرواتيا حارس المنتخب الكرواتي للأمانة أنقذ المنتخب الكرواتي. كرواتيا ما قدمت أي مباراة فنية ممتعة هذه النسخة كاملة. لا حتى كرواتيا على المستوى اختلف بشكل، لأن تتكلم على لاعبين لما تيجي قبل أربع سنوات، اليوم المنتخب الكرواتي معدل الأعمار عنده يختلف كثير. بس هذا الأسلوب ترى اليوم الأسلوب يختلف. اللي عبد الرحمن السؤال في البداية كان يتكلم على نقطة اللي هو إنه منتخبات كبيرة طلعت والآن متواجدة أسماء تعتبر من شبه مفاجئة، فقلت مو ما هو مفاجئ، خصوصا إنه هذا الأسلوب قاعد يحقق نتائج معهم ولا هو محض الصدفة، هذه التجارب نجحت معهم. يعني المنتخبات الكبيرة اللي طلعت كلها أخطاء من عندهم. اليوم لما تروح للمنتخب الإسباني داخل بطولة كأس العالم بدون مهاجم، المهاجم اللي عنده بديل ويلعب ويعتمد كامل اعتماده على الاستحواذ، وان الكره تروح يمين ويسار والتيكي تاكا و700 تمريره في المباراه، في الاخير ما عندك اي شيء. يعني كان معدومين الحلول. منتخب بلجيكا تتكلم على اعمار لاعبين يعني كان في ال 34 و35 وانت طالع، تروح المنتخب الكرواتي كذلك نفس المشكله. اليوم حتى المانيا داخله ما هي تفكر بكره القدم. البرازيل طيب، البرازيل عمل كل شيء طيب، بس حارس منتخب كرواتيا ارجع للاحصائيه، مو بصدفه علي هذا اللي برجع له، انه مو بصدفه الموضوع. لا اي لا بس الحين تخيل لو انه كوره ولا ثنتين مشت، تخيل تشوف احصائيه المباراه. هي لو على عادي، هي لو على لو كان احنا في دور الثمانيه السعوديه بعد، ما هي على لو هي. لا على لو اللي سوا فينا المدرب هيرفي رينر اللي اساسا في مباراه المكسيك تحديدا. طيب واحد ما يدري ايش يقول بس.